ليس مشهداً جديداً في العاصمة الليبية طرابلس، لكن الجديد هو الجرأة التي استهدف بها مكان يفترض أن يكون شديد الحراسة. ثلاثة مسلحين على الأقل اقتحموا فندق كورينثيا، أهم فنادق العاصمة الليبية، والذي يتخذه بعض المسؤولين الليبيين مقر إقامة ويرتاده كثير من رجال الأعمال والزوار الأجانب. القتلى تسعة على الأقل، بينهم المهاجمون وعدد من الأجانب حسب عصام النعاس المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة في طرابلس. فندق كورينثيا 27 يناير. المهاجمون بدأوا بتفجير سيارة مفخخة أمام الفندق قبل أن يقتحموه، ويأخذوا في إطلاق النار عشوائياً في أرجائه إلى أن حوصروا وفجروا أحزمتهم الناسفة. عصام النعاس تحدث مع ذلك عن اعتقال أحد المهاجمين الذين لا تعرف جنسياتهم بعد. ليست أول مرة يستهدف فيها فندق كورينثيا المطل على البحر الأبيض المتوسط، ففي 2013 اختطف مسلحون رئيس الوزراء السابق علي زيدان من مقر إقامته في الفندق قبل أن يفرجوا عنه بعد ساعات. ميليشيا فجر ليبيا تسيطر منذ أغسطس آب الماضي على العاصمة طرابلس التي باتت مقراً لحكومة هي الآن في صراع مفتوح مع الحكومة المعترف بها دولياً والتي تتخذ مدينة طبرق الشرقية مقراً. إلياس تملاري، BBC.